تمام هذا الكلام هذا الكلام تمام 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 هذا الكلام هذا الكلام خليك حلو خليك معدل عالتمام. اسمع يا خال قول الرجال اسمع يا خال قول الرجال قالوا المراجل بالفعل مو بالكلام. تمام تمام هذا الكلام تمام 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 هذا الكلام هذا الكلام خليك حلو خليك معدل عالتمام. احبابي ونور عيوني الكرام الله يسعد اوقاتكم. بتروح سنه وبتجي سنة، الناس بتكبر والدنيا بتتغير وبلدنا بيتطور. شلون؟ رح أقلكن شلون. مثلاً بشهر المغفرة والرحمة هديت الناس وخفت الزحمة ونزلت الأسعار ورخصت اللحمة، ما عدت تشوف الناس الصايمين معصبين ومنرفزين، وخصوصي الشوفيرية والموظفين. شي بيشهي الصيام وكله تمام بتمام، ويمكن يتعلموا منا أوروبا والصين وروسيا والأرجنتين، ويبعتوا خبرة كمان ليشوفوا نظام السير عنا برمضان، وخصوصي قبل ساعة من الأذان. كله بيحترم المسامير والإشارات وما حدا بيتجاوز حدا من المشاة، يمكن لأنه ركبوا رادارات وكتروا الكاميرات، وما بقى الشوفير والشرطي هات وخود وخود وهات. بس ادعوا معنا إذا اجوا الأجانب ما يشوفوا العجايب والغرايب والسيارات يلي بتنط مثل الأرانب. كيف؟ رح أقلكن. صاحبنا حفظ محل الكاميرات والرادارات قبل ما يوصل بشوي بيهدي على المزبوط وكأنه بدأ الهبوط، وبس يقطع الرادار بيبدأ الإقلاع وتعويض الوقت اللي ضاع لحتى ما يوصل للعمود اللماع. ليش؟ لأنه بيعرف هون مكموش وهنيك بيسرع مثل الملطوش. الحقيقة خفة وشطارة وذوق وحضارة إنك تنطط السيارة. ويا ويلو اللي بيصدف عم بيقطع الشارع بين الغارة والغارة. لك يا جماعة يا ناس، العالم من زمان شال آخر إشارة والكاميرا والرادار، صارت من زمان شهريار. مع هالشي كتر خير المرور وجهد الشرطة المشكور. هن مو شغلتهم انهم يصلحوا الضمير المنخور. العوجة عوجة وبتضل خضرة وما بتجلسها الموجة الحمراء، وكل الصناديق على طول الطريق ما بتحط شوية ذوق لشوفير بينشف الريق. ما علينا، في أهم بكتير. رادار غريب حتشوفه عن قريب بيلقط صور أصحاب النرفزة والتعصيب حتى لو كان ماشي ومعصب، وخصوصي قبل المغرب. راح يحطوه على مداخل البنايات وقدام البيوت وعلى البلكونات. كل مخالفة بتجيب الفاينة. ويا ويلو اللي بفوت على بيته وقالب خلقته. شي حلو، أحسن ما يعصب على مرته وولاده والجيران، حيجبره إنه يضل ضحكان. صدقوني لو بيعمموا هالاختراع الدوائر الحكومية ليضل شغال 100% ويصور كل موظف ضارب بوز ومحملك منية، ولو كانت وراءك نظامية، بيجوز زعلان من هالبلاوي وأولها الغلا الكاوي. على كل اسمعني يا حبيب، اوعك ياخدوا صورتك لشي مخفر قريب لأنه مخالفتها. شو هي يا حزرك؟ رح يرخصوا لك سعر الجبنة والحليب مثل ما رخصوا المازوت من 9 لـ20. خليها على رب العالمين ودعي السميع المجيب يفرجها عن قريب.
حلو الكلام. تمام هذا الكلام خليك حلو خليك معدل على التمام.